وفي محطة ليفربول ستريت وسط لندن، طالعينها شكلها حلو الصراحة، معمولة حلوة ونضيفة زي ما انتم شايفين، وده في القطر أو المترو شكلها لذيذ. ها نظيفة، ما تلاقيش أي حاجة مرمية على الأرض خالص، بالرغم إن أنت من حقك إنك تاكل وتشرب هنا بالمناسبة، يعني غير سنغافورة مثلا. سنغافورة أنت مش من حقك تاكل وتشرب لا في محطة المترو ولا في القطر، بس هنا أنت من حقك تاكل وتشرب، بالرغم من كده ما تلاقيش أي حاجة واقعة على الأرض، ولا سجارة ولا أي حاجة، ولا أكل ولا شرب ولا حاجة مرمية، نظيفة تماما. طبعا ده السلم الكهربائي، ودي الناس اللي لسه جايه من المحطه اللي قبليها، لان دي محطات اعتقد انها ده بلاتفورم دير ايست هنا، وده الناحيه دي الوسط، وده الاكل هم نازل لسه، والناس كلها بتطلع من هنا، وده وينت اوت. شايفين السلالم طويله ازاي؟ كبيره جدا. واللي على اليمين الناس اللي بتقف وهقف، واللي على الشمال لو عاوز تطلع بسرعه. والناس هنا بتحترم الموضوع ده قوي، لو انت واقف على اليمين زي ما انا واقف كده اهو، فده معناه انك انت تقدر تقف، لو على الشمال لازم اسيب مساحه على الشمال عشان لو حد عايز ان هو يطلع زي ما جاي كده. وبس كده، صباح الخير من ليفربول ستريت ستيشن أو محطة ليفربول ستريت. هو مش ليفربول كمدينة، هو شارع ليفربول اللي موجود في وسط لندن. بص الأسانسير طلع معانا ازاي، دي السلالم الكهربائية، والأسانسير ده للناس اللي هي مش قادرة تطلع سلالم كهربائية، معاهم شنط مثلا أو عندهم مشكلة مش عارفين يطلعوا. بصوا طلع معانا شكله حلو بصراحة، وعاملين فكرته حلوة قوي، ان هو بيطلع زي السلالم بالظبط. بس اتفرجوا عليه شكله ظريف، تكنولوجي برضه. وانا في ليفربول ستريت ستيشن، بصوا وزرع تطلع من هنا، ولكن الخروج الرئيسي من قدام ده هنا كده، فوق فرعي بيوديك على شارع فرعي، لكن ده الواي اوت، ده اللي بيوديك في الشارع الرئيسي بتاع ليفربول ستريت، وبيوديك على كل الاماكن التانية اللي فيها القطارات التانية والخطوط التانية. Welcome to Liverpool Street Station. أهلا بيكم في محطة Liverpool Street في وسط لندن. بص شكلها عامل ازاي، حلوة ازاي. أنا بحب الفخامة البريطانية أو الفخامة الإنجليزية. وده الخروج، الناس هنا ماشية بسرعة جدا، كله عاوز يلحق يا إما شغله يا إما يلحق الترين اللي بعد كده يا إما المهم، يعني تلاقي الناس كلها بتجري، حتى أنا كمان ابتديت أجري زيهم أو أمشي بسرعة زيهم. وهنا ده اعتقد اللي هو لو عاوز تجيب تيكتس من هنا اهو، والتيكت برضو من هنا، وتقدر تجيبها اونلاين بكريدت كارد، مش اونلاين اي مين لايك المكان يعني كريدت كارد. وبس ونطلع بقى من المحطة من سلالم الكهرباء دي لو شغالة، او تطلع على السلالم عادي على حسب ما انت عاوز. المحطة نظيفة، الارض نظيفة، مفيهاش أي حاجة خالص، محترمة، برغم إن من حقك تاكل وتشرب هنا، وفي فيندنج ماشين هنا أهو تقدر تشتري منها اللي أنت عاوزه، وفي القطورات كلها هنا أهو، وفي اللي هو دبليو اتش سميث لو عاوز تشتري حاجة مثلا تاكلها أو أي حاجة. ودي المحطة ليفربول ستريت ستيشن، هي في وسط لندن، هتلاقي كل الأعمال التجارية فيها كتير أوي متواجد هنا. بس ونقف في الطابور عشان نطلع.
كده بطلع من ليفربول ستريت ستيشن لي، وده المفروض ان هو ليفربول ستريت بالمناسبه، وادي اوتوبيس لندن المشهوره اهو، وبنايات لندن المشهوره. وصباح الخير عليكم من وسط لندن، والراجل بينظف اهو والاوتوبيسات اهي. وهنعدي الشارع، الشارع هتحمر اهي، هنقدر نعدي الشارع. وبتعمل صوت طبعا عشان الناس اللي هي ما بت اسمه ده ما بتشوفش تبقى عارفه ان الاشاره فتحت. 7 6 5 4 3 2 1 0. وبعد كده المفروض ان دي تقدر والعربيه تعدي تاني والاتوبيسات تعدي. وادي اتوبيس لندن اهو. وثلاث اتوبيسات ورا بعض، شكلهم حلو الصراحة. الناس كلها رايحة، شو رايحة؟ رايحة أماكن تانية مثلا، معرفش رايحين فين، بس أكتر الناس هنا بتبقى رايحة من الشغل أو جاية من الشغل، لأن المناطق دي كلها بتاعت شغل، أو المباني دي كلها مباني إدارية فيها شغل ومكاتب. عشان كده هتلاقي فيه مطاعم كتيرة قوي حوالين المكان ده. وبس كده.